السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا. حنا على طريق الملك خالد باتجاه طريق حريملة. طبعا العمارية هنا وهنا الرياض، طريق هذا السريع هذا طريق الملك خالد، ومن هنا تروح لحريملة. الأمانة اللي هم الرياض الخضراء ما شاء الله شغالين شغل طيب. شوف النبات هذا رقم كم، 951، جايبين سدر، جايبين أشجار طيبة من البيئة. أيضا المسألة ليست أنه أنت تجيب شتلة وتنزلها وتروح، في إعداد مسبق. الأرض طبعا أنتم عارفين أنها نوعا ما صعبة شوي، فيصير انه في تجهيز وفي حفر، تمام، يحفرون حفرة كبيرة. واضح هذا القماش موجود، شوفون هذه حفرة ما شاء الله كبيرة، يبدون ينزلون فيها الشتلات. شوفون الشتلات عندنا هنا ما شاء الله كلها من البيئة. تلاحظون الخشب اللي كانت اعتقد جاية فيه، لانه انا شفتهم هم يجيبونها داخل اخشاب، فربما انه هذا نفس الخشب اللي كانوا نازعينها ومثبتينها حولها من الاساس ونزلوها بتربتها بوضعها. يبدو لي ما شاء الله الاعداد جيدة بإذن الله. يعني كم سنة كذا راح تكون المنطقة هذه او المثلث هذا بشكل جيد. ايضا نفس الخط السريع او الجزيرة اللي بين الخطين، يعني هذا خط وخلفه خط هناك، ايضا كلها نباتات من نفس البيئة. وهنا عندهم مخطط ايضا، انا صراحة ما ادري وش يعني المخطط، لكن لفت نظري الاشجار من البيئة وليست من الاشجار اللي دخيلة علينا او ليس لها فائدة. يعني على الاقل السدر راح تستفيد منه النحل، راح يكون ظل، راح يكون فيه ثمر. تلاحظون ما شاء الله في عندهم لا زال عدة أعمال هنا، الأشجار موجودة هناك أيضا. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم، الأعمال هذه تحييك. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.